الناس الكل، ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اليوم كما العادة جيتكم بكبرة جديدة وحبيجة مشخشخة وبنينة وفيوحة تعمل 66 كيف. وبما انه توا راس العام ان شاء الله على قريب، قلت علاش لي نودكم بطبق رئيسي مشخشخ بنا على بنا. اليوم اخترت باش نعملكم الدجاجة مشوية، ومش هذاك هاو، عملتلكم معاها روز فيوح 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 بطريقة مختلفة على المعتاد، وتو تراو الطريقة قديشها سهلة برشا. اون بلوس يجيكم كل كعبة وحدها. الحاجة الباهية انو الطبق هذايا تنجمو تعملوه في مناسباتكم، ولا اذا كان زادا عندكم ضيف جايينكم وتحبوا تعملوا حاجة مضخمة وبنينة وفيوحة، جربوه وتفكروني. دونك اقعدوا معايا وتابعوني للاخر باش تعرفوا كيف باش نحضرو. اول حاجة باش نبداو بها هو تفويحة الدجاجة. كما تراو لهنا خديت الدجاجة نظفتها مليح مليح، حطيتها في الماء دافي وشوية خل وشوية ملح زادة، وخليتها قعدت من بقى 10 دقائق. ومن بعد نحيتها، اغسلتها مليح من داخل، اذا كان فما هكية شوية ريش نحيته ونظفتها بالكدا بالكدا. بالنسبة للتفويح باش نستحقو 1/4 كاس زيت نباتي، ولا تزيد تنجمو تستعملو زيت زيتونة، عليها 1/4 كاس زبدة، والزبدة الدور متاعها لهنا باش يخليها من بعد طرية، وحتى الزدر متاع الدجاج يجيكم طري ما يجيش شايح. مغرفة كبيرة صوص باربيكيو، هذه حاجة اختيارية. مغرفة كبيرة ثوم، مغرفة كبيرة زنجبيل، وهذه زادة حاجة اختيارية. مغرفة كبيرة خردل ياسر يبنن الدجاج، ومغرفة كبيرة كاتشب. بالنسبة للكاتشب الخردل والصوص باربيكيو حاجات اختيارية، ونفس الشيء بالنسبة للزنجبيل. نجيو توا للفحات، مغرفة كبيرة تبلو كروية، مغرفة كبيرة فلفل أحمر، مغرفة صغيرة فلفل أكحل، شطر مغرفة صغيرة كركم، وشطر مغرفة صغيرة قرفة. وتوا باش نوريكم طريقة الاعداد. بالنسبة للدجاجة اليوم باش نعملوها بطريقة مختلفة تماما. ريتو البختي متاع الزدر باش نحطوه من اللوطة، ونجيبو البختي متاع السلسول من فوق هكاي. باهي، انا ديما نحي البختي هذه متاع الجوانح والبختي التنانية متاع الدجاجة، ونتبعو. ريتو هذه السلسول متاع الظهر، نعمل هكا، نتبع من العنكوش من هنا، فوالا. بعد ما تتحل البارتي هذيا نجيو نعمل هكا. ريتو من داخل كيفاش ديجا نظفته بالكدا بالكدا، ونعمل هكا فوالا، تجينا الدجاجة هكايا محلولة. ريتو بالطريقة هذه. توا زدت عملتلها غسلة هكايا من داخل بعد ما حليتها، ونمسحها الكل هكايا بالبابي، منخليش فيها الماء، ونفس الشيء من هوني. توا باش نخليوها على جنب وباش نحضروا التتبيله. بسم الله، نصب توا الزبده ونضيف لها الزيت، نضيف الكاتشب، صوص باربيكيو، الخردل، مغرفه كبيره ثوم، ومغرفه كبيره زنجبيل، ونخلطهم هكايا مع بعضهم، ونضيف بقيه الفحات، فلفل احمر، تبل وكرويه، فلفل اكحل، الكركم والقرفة. مانيش نكثر برشا الكركم خاطر ما نحبش تكون صفرة، نحبها حمرة. وبالطبيعة نضيفو مغرفة صغيرة ملح. وتوا باش نفوحو الدجاجة متاعنا. قبل ما نصبو الخليط متاعنا باش نعمل فيها جروح كيما هكايا، باش يتغلغل فيها لفحات الكل. بالطريقة هذه، وبسم الله نصب كل شيء، نشخشخها بالكدي بالكدي، نعبيها مليح من الأطراف الكل، بلايس الكل، باش تجيكم فيوحة وبنينة. ونفس الشيء نصب فيها الخليط الكل، تجي مشخشختها بل تتراهم بعد لونها يطلع ما شاء الله. البلايس هذوكم اللي جرحتوهم دخلوا فيها مليح الفحات، خاطر هكاك يولي يدخل ما بين الجلده واللحم. هذه الدجاجة نتاعنا بعد ما فوحناها، توا باش نغطي من الفوق ببابي كويسون، ونحط فوقه بابي الومنيوم، ونحطوها في الفور. نجيو توا
كيفاش نحضروا الروز الفيوح البنين، والطريقه هذه راهي تهبل تهبل تهبل. جربوها وتفكروني باش نستحقوا زوز كيسين كبار روز بسمتي. تنجموا تستعملوا اي نوع روز اخر، انا يعجبني هذا خاطر يجي ياسر خفيف وبنين. غسلته مليح مليح لين تخلصت من شيء، وخليته مده 30 دقيقه في الماء، ومن بعد صفيته. باش نستحقوا زيدا كعبه بصل صغيره قصيتها جويده، كعبتين طماطم رحيتهم، قرن فلفل قصيته جويد، مغرفه كبيره زنجبيل مرحي، مغرفه كبيره ثوم، 4 اعواد قرفه. هوني خديت 3 اوراق رند. وبالنسبه للتفويح، مغرفه صغيره فلفل احمر، مغرفه صغيره كرويه، شطر مغرفه صغيره كركم، شطر مغرفه صغيره قرفه، شطر مغرفه صغيره فلفل اكحل، واربع اعواد قرنفل، عود قرنفل. وبالطبيعه باش نملحوا من بعد. توا باش نوريكم كيفاش نحضروا. حطيت شويه زيت يسخن، باش نرمي فيه 4 اعواد عود قرنفل، 4 اعواد قرفه صغيرين، وثلاثه اوراق رند. اذا كان متوفر عندكم الهيل زاده تنجموا تزيدوا، يبان مش نورمال. انا خساره اوفيلي سينو راني ضفته. وباش نخليهم يتقليو حتى لين يسيبوا المطعم نتاعهم، نضيف توا البصل، مغرفه كبيره ثوم، ومغرفه كبيره زنجبيل، ونخليهم يتقليو مع بعضهم بالباهي حتى لين يتبرك الثوم مع البصل والزنجبيل، وتسيب القرفه المطعم نتاعها اللي ياسر فيوح وذوق. نكمل توا نضيف الفلفل والطماطم اللي رحيتها، ونخليهم يتقليو مع بعضهم، ونبدا اكيد نفوح ونضيف الفحات الكل. بسم الله. الريحه ما شاء الله تهبل، ريحه العود قرنفل والقرفه بنا. خليهم توا يتقليو بالباهي، ومن بعد نزيد لهم الماء سخون، ونضيفو مغرفه صغيره ملح. بسم الله. نضيف توا الماء سخون، نعمل مقدار باهي، على فكره زدتها زوز قرون فلفل الصغار، عرفتوهم هكا اللي بدا احمر شايح. سينو تنجمو تزيدو فلفل شايح اللي تحبوا عليه نتوما اذا كنت تحبوها حاره شويه. وتوا باش نخليها تطيب حتى لين تتغلى مليح مليح، وفي الاخر بالكل نضيفو الروز وتنوريكم وقتاش. وهذه الدجاجه نتاعنا بعد ما نحيت لها البابي الومنيوم، توا نزيد ندهنها هكا من الفوق، وباش نخليها تحمر بالكدا بالكدا حتى لين تولي حمرا تهبل. بعد ما نشح الماء شويه باش نضيفو الروز نتاعنا. لازم على زوز كيسين روز 4 كيسين ماء، يعني ديما الماء الدوبل نتاع الروز. كيف نحطو هكايا الروز لازم الكل يبدا مغموم، ننقص على الغاز ونغطي عليه ونخليه يطيب على راحه راحته، ما يكونش النار عاليه برشا. بسم الله. الريحه فيوحه 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 ما شاء الله، ريتك باش طلع. شوف يهبل، نخليوه ما نحركوهوش، خليها كيكة حتى لين ينشف منه الماء الكل. يلا توا بسم الله حضروا لي رويحكم لك البنة. شوفوا شوفوا ما شاء الله الروز ها يعمل 66 كيف. ريتو على قد ما يبرد على قد ما يزيد يولي كل كعبه وحدها. توا مازال سخون، شوفوا ما شاء الله فيوح 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 فيوح، ما عندكمش فكره. والحاجه الباهيه فيه انه ما يجيش، يعني ما يجيش الروز الابيض، يجي فيوح يهبل. باش نحطه هكا على كامل الطبق، مازلت توا توا وين هبطتو. حاولوا كي بشويه بشويه عملوها، مش ما تكسروهوش خاطر الروز راهو ديما فراجيل. هذه يصلح كي بدا عندكم ضيوف والا مناسبات وتحبوا تعملوا كميه كبيره، يعني ما شاء الله حاجه بنينه برشا برشا برشا. وهذه الدجاجه نتاعنا بعد ما حضرت كيما تراو، يم يم يم، حاجه تعمل 66 كيف. واللمسات الاخيره، خديت شويه فاكهه جوزه لوز شويه فستق، تنجموا تستعملوا اي نوع فاكهه عندكم، سينو تنجموا تستغناو عليها. باش نحطهم هكايا فوق الروز على جناب هكا، ونضيف زيدا شويه زبيب كعبيت، مانيش في نكثر برشا، ورشه المعدنوس لازم منها.
بنا على بنا. وهذه طبق متاعنا حذر ما شاء الله حاجة تعمل كيف الريحة ما نحكي لكم شنودكم ولا نشيكم كنا نلقى ندور عليكم الكل ونذوقكم بنا على بنا. تعملوه المناسباتكم الأعيادكم الرأس العام وقت ما تحبوا انتوما ولا إذا كان عندكم ضيف وتحبوا تعملوا لهم حاجة بريزنتابل وزيدة تشبع وبنينة ومضخمة جربوها وتفكروني. نحب نوريكم الروز بعد ما برد ما شاء الله شو كل كعبة وحدها ما يجيش ملكز شوف ما شاء الله ريتو عفص. حاجة تعمل كيف والبن ما نحكي لكمش. ان شاء الله يكون عجبكم الطبق متاع اليوم كيما ريتو حويجة سهلة بنينة فيوحة تعمل 66 كيف واهم من هذا الكل تكفي العيلة كاملة ما شاء الله. ما تنسيوش باش تجربوها وتبعثوا لي فيدباك متاعكم على انستغرام. نشوفكم في فيديو جاي. باي باي.